السلام عليكم شباب، كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير. معكم اخوكم غازي ومقطع فيديو من سلسلة شروحات عالم وورلد اوف كرافت للاعبين الجدد. طبعا في هذا المقطع راح نتعلم كثير اشياء. اول شيء اللي هو الانشانتينج، الفلاسك، الفودز، البوشن، بشكل عام يعني المستهلكات. ايش الهدف؟ الهدف يا شباب انه نجهز الكاركتر حقنا حتى يكون بكامل قوته. في كثير اشياء قبل لا تروح للدناجن الميثك بلس او قبل لا تروح للريدات النورمال والهيرويك، الكاركتر حقك لازم يكون جاهز. يب شيء زي كذا يعني. ما نطول عليكم المقدمة، خلونا نبدأ المقطع على طول. For the Alliance. For the Alliance. For the Horde. For the True Horde. طيب اول شيء بنسويه شباب انه بنروح الموقع واوهيد. موقع واوهيد يعتبر المرجع الاول لجميع لاعبين عالم وورلد اوف كرافت. فيه كثير اشياء في هذا الموقع راح تستفيد منها، لكن احنا اليوم بنروح الكلاسات. حلو، تختار كلاس حقك. انا بختار بروتكشن وورير، انت اختار كلاس حقك. وتلقى هنا في قوائم تطلع لك، حلو، تقدر تختار منها اي شيء. عندك التالنتات، عندك الجير، عندك الستات. حنا نبي الكونسيومبلز، ففي كثير اشياء تقدر تستفيد منها بالموقع هذا. اي شيء في عالم وورلد اوف كرافت موجود في هذا الموقع. هذا الموقع يعتبر كنز للاعبين. بالنسبه لي انا اكره الموقع هذا وما استخدمه ابدا، بس عشانكم يعني قررت اني اشرح عليه. المهم زي ما قلت لكم نروح الكونسيومبلز. حلو، ننزل تحت القائمه اللي هنا اللي هو موجود بيست بروتكشن وورير انشانتس. الانشانتس يا شباب هي عباره عن زي السحر او زي التطويرات، تحطها على الدروع حقتك او الاسلحه حقتك وتخليها اقوى بكثير. طبعا عندكم انشانتات الويبن، اذا كان عندك مثلا نقول فيوري وورير يلبس سلاحين. حلو، تو هاند، فالله يعينك يعني بتشتري اثنين انشانت مش واحدة، عكس الارمز وورير اللي ياخذ سلاح واحد تو هاند فتختار له انشانت واحدة زي كذا يعني. طبعا هنا التشيبر فيرجن، مش انه هذا ليفت هاند هذا رايت هاند، نو يمكن اثنينهم تلبسهم. بس هنا شلون يعني؟ شوف، عندك الويبن، عندك الكلوك، عندك تشيس، كل الانشانتات الموجودة في اللعبة تقريبا حاطينها لك هنا، وحاطين لك افضل انشانت انه هذه هي افضل انشانت. حلو، اذا عندك مشكله في الجولد تروح تختار التشيبر فيرجن التشيبر يعني الارخص يعني، فهمتوا علي؟ في عندكم بيست. اوكي، هنا عندنا المستهلكات. حلو، هذه الانشانت مثلا الحين شوفون الورير حقي. اوكي، في ادون هنا انا بقول لكم عليه اللي هو اسمه او ايتم ليفل، بحط لكم اياه. اذا حملت الادون هذا تضغط عليه هنا، شوف بيبين لك انه وش القطع اللي ما عليها انشانت. طبعا انا هنا عندي ريست انشانتد اوريدي، حطيت عليها الباك حاط عليها، لكن الفيت مش حاط عليها، الويبن مش حاط عليها، مدري ليش مش مطلع لي الويبن. المفروض يقول لي هنا الويبن، بس الظاهر عشان عندي ويبن ثاني عليه انشانت عشان كذا مش حاط لي هنا انه ما في انشانت على الويبن. فتقريبا وش اللي ناقصني الحين؟ ناقصني انشانت للويبن وناقصني انشانت للفيت. هذه الاشياء شريتها قبل، فايش بنسوي؟ بنروح للاكشن هاوس. تمام، خلونا نشتري انشانت للويبن. ايش افضل انشانت للويبن؟ اللي هو اثارتي. اوكي، تسوي كوبي عليه او انه تفتحه بصفحه جديده وتنسخ الاسم كامل. اتس فاين. اوكي، فنروح للاكشن هاوس نسوي بيست. وتقدر هنا شوف عندي رانك 2 سعره 2800. طبعا ممكن في لاعبين عندهم مشكله في الجولد، عادي يمديك تشتري رانك 2 فتره مؤقته الين تجيب الجولد، لكن الافضل دائما معروف اللي هو رانك 3. فنشتري. اوكي، شرينا حق الويبن، برضو ابي حق الفيت. حق الفيت وينه؟ اللي هو البوتس هنا. اوكي، فناخذ حق البوتس ونشتري. زي كذا تشتري الانشانتات حقتك، الوضع مره ايزي. طبعا الاسعار تعتبر قاليه يعني، ما عليكم، ممكن في احد يتابع المقطع هذا بعد شهرين بعد ثلاث شهور السيزون الجاي، فبتلقى الاسعار جدا رخيصه. دونت وري برو، الاسعار دائما تتغير. اوكي، تشوفون شرينا هذه، فنضغط عليها رايت كليك، افت كليك مثلا. طبعا حلو حاطين شيء جديد في ذا وار وذن، انه مثلا يضغط رايت كليك هنا خلاص يبين لك وش القطعه اللي نشانت هذه، فشيء مره كويس. يب زي كذا حرفيا الان انا لابس فل انشانتنج. حلو، لكن في حاجه مش معروفه او مش معروفه، في حاجه كيف اقول لكم، في كثير لاعبين ما يعرفونها او فهمتوا، انه يمديك تحط جيمز. لو تشوفون هنا في الموقع، معليش نرجع الصفحه هذه، انه تشوفون في الموقع هنا حاط لك اذر جيمز، انه يمديك تشتري جيمز وتحطها على الجير حقك، لكن اكثر اللاعبين يواجه صعوبه فيها. فالحين بقول لكم كيف تفتح خانات اول شيء بالرينجز حقتك وتفتح خانات بالنك. فهنا احتاج اقدر افتح اثنين، وهنا بفتح اثنين. تمام،
اللي هو بنكتب سيتنج، معلش كاد اكتب بالعربي سيتنج. ففي طبعا هنا من الفلتر تحط كورنت اكسبانشن وقلي وتسوي سيرش اجين. فهذه القطعه، القطعه هذه شباب باخذ منها 4 حبات تمام ب 34,000 كوست جولد مره عالي. خلونا ننسخ بعد اسم الجيم في هذه. طبعا ما ابي اشتري جيمات غلط، فبشتري حبه واحده من الجيم هذه، بعدين بتفرغ انا واعرف ايش الجيمات اللي احتاجها. مع انه في الموقع ذكر لي انه اشتري الجيم هذه افضل شيء، لكن انا متاكد انه ابي شيء ثاني، لانه انا قاعد العب فيوري وورير وقاعد العب بروتكشن. حلو، فمش كل الجيمات حقتي او الجير حقي راح احطه هيث سيكريت، هذه هيث سيكريت، فاهمين؟ المهم نفتح قائمه الكاركتر. حلو، تضغط رايت كليك هنا، شوف النك حقتك الحين، تضغط يس، شوف افتحت صارت الحين. لما تضغط عليها شيفت رايت كليك تقعد يفحط وتدها. اوكي، فشوف خانه واحده مفتوحه، نفتح الخانه الثانيه زي كذا يجي. فهنا يمديك تفتح اثنين، وهنا يمديك تفتح اثنين، وهنا فتحنا اثنين اوريدي. فزي كذا تحط الجيمات. حلو، شفت ليفت كليك، نسحب الجيمز اللي شريناها من الكن هاوس ونحطها. جدا ايزي، جدا سيمبل. طبعا الجيمات شوف هذه الجيم الواحده لحالها تزيدني 147 هيست و49 كريت. يعني اجمع تخيل 4 جيمات هنا، 6 جيمات هنا. في طريقه ثانيه تجيب فيها جيمز تحطها على الويست هنا، لكن هذه تعتبر من الويكلي فولت. الويكلي فولت لازم ما تختار جير، في عملة تحت تاخذ 6 حبات. حلو، في فيندور جنب الويكلي فولت تكلمه وتشتري قطع من عنده، يخليك تحط جيم هنا ويخليك تحط جيم بالهيد وتحط جيم بالريست اتوقع بعد. طيب في ايتمات محدده، لكن الحين القطعه هذه اللي احنا شريناها ما يمديك تحط الا على النك وعلى الفينجر. فالمهم اذا مره مطنوخ يعني حط كل شيء هنا فول. انا بحط كل شيء لكني الى الان مش مركز كويس، فنخلي اهم شيء انه يعني فهمت الفكره كيف يعني. هذا بالنسبه للانشانت. بالنسبه لل طبعا كل تشوفون الليجز ابريسر كله يعني في لها اشياء. عندنا هنا بيست بروتكشن وورير كونسيومرز ان ذا وور وذن. حلو، هذه الفلاسكات البوشنز المستهلكات اللي تحطها على سلحتك لفتره مؤقته. حلو، الفلاسك يا شباب اللي هو خلونا نشوفه، اللي مثلا يقول هذا افضل فلاسك انا اشتريه. اوكي، يب، اشوف سعر الرانك 3 كم؟ 2700. فانا بشتري رانك 2، انا ما راح اشتري رانك 3. اوكي، مع انه عندي فلاسكات انا. شوف الفلاسك لما طبعا اوكي، عندي فلاسك حق دي بيس وواحد حق تانك. اوكي، المهم حق الدي بيس لمدة طبعا لمدة 2 ساعة عندي. ليش؟ لانه انا حاط الكيمي ومتعلم الكيمي بس عشان ازيد الوقت حق الفلاسك. شوف 2 ساعة، بينما لو انت ما عندك الكيمي الفلاسك حقك راح يكون 1 ساعة. اذا انت ودك تسوي الحركة هذه انه تروح تتعلم الكيمي، عارفين ما تطور الالكيمي بس الى 25 تفتح السبيك، بعدها كل البوينت تحطها هنا وتطور الين. شوف يعني بسيطة جدا، تطور الالكيمي حقك الين هنا. اوكي، ايوه الين هنا بس، وخلاص يصير فلاسك عندك مدة 2 ساعة. كل مرة تستخدم فلاسك يصير مدة 2 ساعة مش 1 ساعة، حرفيا توفر على توفر على نفسك جولد مرة كثير. هو الفلاسك لمدة 2 ساعة. التمبرد بوشن، اوكي، هذا يا شباب عبارة عنه كومبات بوشن، هذا لمدة 30 ثانية راح يعطيك 2700 سكندري ستات او 2400، لانه رانك 2 ورانك 3 يعطيك 2700. حرفيا الكول داون حقه 5 دقائق، حلو، لمدة 30 ثانية يرفع لك الدمج حقك. شوف الكريتيكال عندي كم، هيست وفيرساليتي وماستري، حرفيا 2400 2400 2400 2400، مرة بيك صراحة. البوشن هذا يعتبر جدا مطلوب في الميثك بلس في الريدنج، يعني مع البوشن هذا دمجك بيرتفع ارتفاع خطير. متى تفكه؟ تفكه بداية الفايت، تفكوا على البلات الكبيرة بالدناجن، اشياء زي كذا يعني. هنا عندكم الالجاري هيلينج بوشن، هذا يا شباب نفس الهيث ستون حقت الوارلوك. طبعا ما عندي انا، الا عندي بس رانك 1 للاسف، يعني يعتبر جدا مهم. هذا كثير من اللاعبين للاسف اللي انا قابلهم اللي لهم سنوات طويلة في عالم وورلد اوف كرافت او في الريدات او في الدناجن ما يعرف البوشن هذا، ويحسب انه قديما كان البوشن هذا مشترك مع البوشن هذا، فعشان كذا ما كانوا يشترونه. لكن بعدين بليزرد يعني قبل سنوات فكتهم عن بعض. فشوف الحين هذا كل داون 4 دقائق، بينما الثاني، خلوني ادمج نفسي شوي بس،
يعني شوف الثاني أربع دقائق هذا الحال وخلاص خمس دقائق يعني منفصل عن بعض ما لهم أي علاقة ببعض. للأسف كثير من اللاعبين هذه الهيلث ستون. بكل بساطة شباب ممنوع حلو هذا البوشن لازم يكون معاك بشكل عام يعني، وسعره ترى يعتبر جدا رخيص. الجاريمانا أويل اللي هو زي الزيت اللي يلعب اسمه ذا ويتشر، اللي هو زي الزيت تحطه على الويب من حقك. شوف هنا أوكي أضغط عليه رايت كليك على جاريمانا بوشن، شوف حرفيا لمدة ساعتين يعطيني تطوير شوي على الويبن، أو بالأحرى يعطيك هيث. ترى هو يعطيك 211 كريت و 211 هيث. طبعا في ممكن كلاسات ثانية ممكن يقترح عليك اسمه ويبن بافو، حلو، ممكن يقترح عليك الأويل حلو، لكن أنا عشاني وورير مقترح عليه الهيث سكريت، لأنه هيث سكريت مرة مفيد للوورير. الأوغمنت رون اسحب عليها، لا تشتريها سعرها مرة غالي، لكن شباب تعطيك 733 برايمري ستات، رقم كبير لكن سعرها مرة غالي، وبنفس الوقت إذا مت انت راح تختفي على طول، فمرة مزعجة خصوصا لو كنت مثلا بروغرس في ريد، يعني على كل بوس يمكن تخسر 40 حبة 30 حبة. It's up to you. الفود اللي هو تشتري طبعا هذه فيس، ترى شباب لا تشترون فيس، إذا لقيت الفيس أرخص من هذا اشترها الفيس على طول، لكن دائما هذا الفود لحالك، هذه الطاولة تحطها يعني جميع اللي معك بجروب يأكلون منها ويجيهم بوف الفود، لكن أنت لا تأخذ السولو حلو. فإيش يعطينا الفود؟ لما تأكل الفود بعد 10 ثواني وأنت قاعد تأكل راح يعطيك بوف، يعطيك هذا البوف حلو، الهيست انكريز باي 470 حلو، اللي هو البرايمري ستات أو السكندري ستات ما أعرف إيش هو بالضبط، بس الفود يعتبر جدا مهم وسعره جدا رخيص. دائما اشتر كمية كبيرة وخلها عندك. طبعا هذه الجيمات حقتك، أنا مش شوي شريت الجيم هذه، لكن هذه الجيم الشباب تعتبر بلش من جيم حلو، هذه يمديك واحدة بس منها تشتريها وتحطها بين الجيمات حقتك في الجير. مثلا بشتري الجيم وبحطها هنا وخلاص، ما تقدر تشتري واحدة ثانية وتحطها بالفينجر، لا، لأنه الجيم هذه برايمري ستات، الجيم هذه تعتبر جدا قوية. فحرفيا هذه هي الكونسيومبلز، اشياء جدا مهمه. الانشانت اهم شيء، طبعا الويبن شباب اهم شيء، انشانت الويبن اللي حد يستهين فيه ترى يزيد دمج بالسنجل تارجت، تخيلوا حدود 70,000 دمج، شيء كان على بعض الارقام 70,000 تعتبر مره كثيره. برضو عندكم التشيست، عندكم الليج هنا السترينث، يعني انتم اقروا التفاصيل هذه يعني بس اشير عليها وجراند بس وتعرف قيمتها. للأمانة في كثير جروبات أنا أسويها للميثك بلس وللريدات، أي لاعب ما عنده إنشانت كيك هم أوت على طول. ليش؟ لأنه أنا حتى لو مو مشكلة، حتى لو أنك تروح تشتري إنشانت رانك واحد سعرها بالأرض حلو، أحسن من أنه ما يكون عندك إنشانت أبدا، يعني حطها لو بس. هي تعتبر أصلا جدا مهمة وتأثر على اللعب حقك، تأثر على قوة اللعب حقك، يعني لازم اللعب حقك يكون ماكسمايز أعلى شيء دائما، بس عادي يعني رانك 2 يتسنف. بنفس الشيء في موقع واو هيد يا شباب في كثير أشياء بصراحة، مثلا عندك التالنت بيلز حلو، مثلا الحين أنا راح اخترت بروتكشن أبي تالنتات، بختار تالنتات حلو، تنزل هنا تحت تشوف ريد بانش بيلد حلو، في بلدات يوريك إياها كثير بلدات، لكن خلونا ندور الميثك بلس حلو، اللي هو مثلا هذا ميثك بلس بيلد حلو، فنسوي له اكسبورت تالنت، ناخذ التالنتات حلو. اذا عندكم الادون هذا اللي اسمه تالنت لود اوت اي اكس، تقدر تسوي امبورت من هنا او معلش مش من هنا، تسوي اد كونفيج، تكتب الاسم ميثك بلس وورير بروت اوكي. الكود اللي نسخناه نحطه كنترول في هنا، نختار اي صوره من هنا نضغط اوكي ونحول على البيلد ونجربه. فزي كذا حرفيا طريقة جدا سريعة، سويت امبورت للبيلد وتروح تلعب فيه، يعني هذه الترندات حقتك يعتبر لاعبين، ما اقول لك انهم محترفين اللي سووا البلدات هذه، بس they are better than others. فيب في كثير اشياء للامانة بالموقع، ما اقدر اشرح لكم كل شيء يعني، لكن انت بنفسك يعني تجول فيه. في عندك شباب برضو شيء مهم اللي هو الستات، اللي هو تعرف ايش ستات الكاركتر حقك، مثلا الوريور اول كان هيث فيرساليتي، لكن لو نجي نشيك هنا بتلاحظون انه لو تلاحظون هنا ننزل يقول لك السات برايورتي فور بروتكشن وارير ان ذا وار وذن از فولو حلو. اذا بتلعب او بعرض على حسب الهيرو تالنت اللي تلعب فيها، مثلا مع انه نفس الشيء هيست كريت فيرز ماستر، هيست كريت فيرز ماستر نفس الشيء،
لكن انا العب بالماونتن ثين حلو. فيقول لك براير رقم واحد سترينث. سترينث ايش معناها؟ معناها الايتم ليفل حقك، فهذا الشيء انت ما تقدر تتحكم فيه حلو. لكن الاشياء اللي تركز عليها تحت هنا الهيست والكريت، هذا بلد الدمج. طبعا انا في الوارير حقي العب هيست فيرزا وكريت، بس الكريت تحت الفيرزا، يعني اركز على الفيرزا اكثر من اني اركز على الكريس على الكريت، والهيست اهم بعد، فموازن بينهم انا. لكن اذا انت بتطلع دمج فل يمشي على كلام، يعني كلامهم فيه فخ صراحه، فالله يعينك يعني كيف تتعامل مع الموقع هذا. يوز يور برين برو. وبس شباب، كان هذا شرح جدا سريع الموقع واو هيد والانشانتيك. فبس كان معكم اخوكم غازي، نشوفكم المقطع القادم ان شاء الله. فمن الله.